اخر سؤال في الحلقه سما ياسر، هنشوف سما ياسر والسؤال الاخير موضوعه ايه. سؤال في الرياضه، سؤال في الرياضه ب 20 نقطه ولا ب 30 نقطه؟ 30 نقطه. قبل ما اسال السؤال عايز اقول الناطر الخيريه بتشارك لاول مره، تجربه مهمه جدا ليكم، بتتعلموا منها حاجات، بتتعرفوا على ناس تانية من محافظات تانية، بترجعوا تستعدوا وبترجعوا تاني، صح ولا غلط؟ عرفتوا الأجواء، عرفتوا يعني إيه العباقرة. الموضوع مش سهل، الواحد بيتخيل وهو قاعد في البيت إنه قاعد بيجاوب وما عندوش مشكلة، في البيت حاجة وعلى كرسي العباقرة حاجة تانية خالص، صح ولا غلط؟ أحب أشكر مدرسة الناطر الخيرية على أداءكم في مباراة النهاردة، برافو عليكم، أداء مشرف جدا من مدرسة الأوقات الخيرية، بالذات في الفقرة الأولى اللي كانت الأسئلة بتجيلكوا بتفكروا وبتجاوبوا، صح ولا غلط؟ السرعة فرقت معاكم. رياضة، والسؤال هو ما هو أكثر الأندية المصرية تحقيقا للألقاب القارية في كرة الطائرة رجال حتى عام 2019؟ ما هو أكثر الأندية المصرية تحقيقا للألقاب القارية في كرة الطائرة رجال حتى عام 2019؟ الأهلي. الأهلي. انت عارفة مشكلة السؤال ده ايه؟ مش الأهلي، الزمالك. بس بـ20 لقب الأهلي. إجابة صحيحة، الأهلي فعلا بـ20 لقب، برافو عليك يا زينب، 30 نقطة مهمين جدا. النتيجة اتغيرت، 115 الأناطر الخيرية بالأليوبية، الزهراء الخاصة اسكندرية 145. برافو عليكم، أول مرة تشاركوا، أداءكم مشرف، وأنا متأكد إن أنتوا لما ترجعوا تستعدوا وترجعوا تاني هتبقوا أحسن من كده. نحيي كلية مدرسة الأناطر الخيرية بالأليوبية. أفضل لاعب في ماتش النهاردة بـ70 نقطة شمس سعيد، برافو عليك يا شمس.